مرحبا، اهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من حديث الساعة على كنار تي في صوت العرب من كندا. عندما يخرج الشخص من وطنه مغرما ويسمى لاجئا، لا ينقص هذا من حقه شيئا، بل إنه يزيده شموخا وقوة وجبروتا برغم الضعف والصعوبات التي يواجهها. ولكن هذه الصعوبات تصقل من شخصيته وتجعله إنسانا جميلا رائعا، تجعل منه إنسانا يتحدى المستقبل ويتحدى الغد، إنسانا معطاء، إنسانا قد يسمى بلاجئ، ولكن هذه الكلمة بشعورها، برومانسيتها، بعنفوانها، بقوتها، تجعل منه إنسانا عملاقا. قد يستصغر كثيرون كلمة لاجئ، ولكني لا أعتبرها أبدا صغرى. فلم يجبر أحد الخروج على من وطنه واعتبر لاجئا إلا وجعلت منه إنسانا أعظم، لأنه تحدى الكثير. اليوم معنا شخصية خرجت من سوريا كلاجئ، ولكنه تحدى الصعوبات ووصل إلى كندا بإذن الله وبمساعدة بعض أعتقد السبونسرز أو الحكومة، سنعرف هذا منه. لكنه عندما وصل أصر على أن يكون معطاء لهذا البلد، لكندا، للبلد الذي فتح أحضانه له ولغيره من أبناء شعبه. اليوم ستستمعون وترون صديق وأخ عزيز أفتخر بوجوده معي، الأستاذ محمد الظاهر. أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد. تحياتي لك أخ جمال، ويعني خجلتنا أول شيء لهالمقدمة العظيمة اللي حكيتها بحقنا، وتحية لكل المشاهدين الكرام، وإلي الشرف أكون مع حضرتك بهاللقاء. محمد، بدي أحكي لك شغلة، يمكن تحكي لي أنت خجلتنا، بس أنا حكيت هذا الكلام بدون تحضير من قلبي، لأني شعرت بأنك عملاق، أنك شخص عظيم. ليس شرط أنك تكون طبيب أو مهندس أو دكتوراه بالفضاء عشان تصير عملاق أو إنسان رائع. أنت يا محمد، ليس لأنك فقط ذكرت عنك المجلات والصحف الكندية والعربية الكثير، لكنك فعلاً بالعمل اللي بتقوم فيه أو قمت فيه جعلتنا نعتز بعروبتنا، نعتز بأمتنا، نعتز بشعبنا الذي هو دائما معطاء. أهلا وسهلا فيك محمد، ورح نسمع اليوم منك القصة كاملة إن شاء الله. الله يحفظك يا رب. وأنا أكيد إلي الفخر لما بيكون بأي صحافة مثلا عربية أو أجنبية لما بتقول محمد رايكس عربي. صحيح. عربي يعني معناته أنه نعطي نظرة حلوة كمان. صحيح. أنه نغير، بتعرف وكذا، بتعرف نغير المنظور اللي صار وكذا. مع أنه عم بحكي حالي أنا غير الكل. كل واحد عمل شيء منيح بيرفع أحلى ما نكون بالإيجابيات أحلى ما نكون بالسلبيات، لحتى نوصل فكرة أنه نحن ما لنا عبء على الدولة اللي استضافتنا أو شيء، ونعطي حافز أنه تساعد أكثر وأكثر. من لما نكون سلبيين أكيد ما رح نعطي فرصة لغيرنا. وهذا يعني ما بعرف أكل ليه. أنا معك. إحنا كنا أذان صاغية اليوم. الله يحفظك. الجمهور بده يسمعك مش بده يسمعني. بنبدأ من الحكاية، خروجك من سوريا. أنت من وين أصلا من سوريا محمد؟ الاسم محمد حسن الظاهر، من سوريا، من مدينة حماة، قرية لطيفة وحلوة، هيك ضيعة صغيرة اسمها دير الفرديس. أول ما بلشت الأحداث بسنة 2011، أول ما بلشت مظاهرات كنت بعدني عريس جديد، يعني كان عندي بس عندي طفلتي الله يخلي لك ولادك عمرها 9 سنوات. الله يخلي لك. هوني الشاطر عندي
بيطلع لانه تعلمنا من الحروب اللي صارت والدروس علمتنا كثير. الشاطر اللي بينفوت وضبيت وطلعت على لبنان، اخذ زوجتي وبنتي وطلعت على لبنان، وهذاك يوم وهذا يوم. اذا طلعت على لبنان لقربها من الحدود السوريه، لقربها من الحدود. كمان لسبب انه كنت قبل الاحداث انه كنت اشتغل بلبنان. اوكي. وكان يعني الطريق سالك وقلنا معارفنا وبتعرف لبنان وبتعرف شوية ناس. أيوة. بالضبط. ورحنا واستقرنا بلبنان والحمد لله. هلا اليوم اللي سجلت أنا بالأنروا بالمنظمة الأمم المتحدة، أنا والله كان آخر همي إنه للسفر أو ما سفر كان بس عبارة عن مساعدة كطلابي، بتعرف الظروف بلبنان والطلاب كان بغاية. سجلنا بلبنان وبعد فترة بتصلوا فيني انه اسمك طالع على كندا. طب انا بس قبل ما نطلع كندا، قبل ما نسافر في سوريا، شو كنت تشتغل يا محمد؟ هلا انا لما هلا انا عايش ببيئة فلاحي، وانا الى الفخر احكي بهذا اللي بيطلع من اصله ما له اصل. صحيح. الى الفخر اني اكون فلاح. تعرف انه ببلادنا العربية الفلاح معناته هاي هي يعني كسروا بقيمتنا. انا فلاح فلاح، وانا برفع راسي وبفتخر بوالدي ووالدتي اللي علموني وربوني لمرحله انه الحمد لله. عز التربيه محمد، لو انا جنبك لاجيت بوست راسك انا. الله الله يحفظك يا رب، الله يخليك. هذا 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 من زهر. انا من عشق من صغري والله العظيم بعشق الارض، التراب الأرض. لما المطر بيمطر بداية الخريف، بالخريف بين الخريف والصيف، ريحة التربة لما بصير المطر هذا أنا بعشقه. يعني هون بتطلع الريحة، ريحة مسك من التربة. الصيف وإجاك المطر تطلع عبق. أنا كنت أعشق الأرض، أضل يعني أبقى بالأرض على طول. كان عندي ما ليك والله أنا قناعتي ما أنا بحلم كثير وبفكر كثير، لا عيب ولا حرام. صحيح. بس شو اللي بيكسر ظهرك؟ إنه ما في الإمكانيات، ما في المساعدات، ما 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 عندك إلا إنه تمشي. صحيح. بتحلم على الفاضي. مو أكثر. لمن أوكي اشتغلنا وكذا، بعدين لمن صرت شاب هلا الحمد لله إنه من بالمدرسة كنت من الأوائل. ما شاء الله. اوكي. كمان ما راح نحكي لبلادنا انه كمان ما في اهميه للعلم وكذا، رحنا اخترت اني اشتغل بكونتراكشن، وبعدين صرت اطلع بين لبنان وسوريا واشتغل. لما اجي على البلد لعندي اشتغل بالارض، وصدقت امن بالله لا اله الا الله، انا كنت مستلم الارض عند اهلي. انه لبيزار الارض لكل شيء، انه محمد نحن تسع اخوي ما شاء الله، الله يخليك شباب وبنات، الله يخليك. محمد هو الوحيد اللي لازم يروح يدور، محمد هو اللي لازم يروح يشتغل الشغله الفلانيه بالارض. يعني خلاص محمد انه بيعرفوا انه ايدك خضراء. ايوه ايوه ايدي خضراء، انه بشتغل بقلب ورب. وانا من نوع الحمد لله الرسول صلى الله عليه وسلم إن هي ما بدي أخربك بين فيها، إن الله يحب عبدا أحب عمله وأتقنه. نعم. أنا إذا حبيت شغلي بعشقها بتقنها مثل ما هي. أي شغلة مثلا بلبنان كنت أشتغل بستاكو، ما استاكو كنت فنان فيها شغلاتك. ليش كنت تشتغل بلبنان؟ استاكو. إيش هو الاستاكو؟ دهان؟ استاكو هي يعني الغلف. هي ما بعرف شو الغلف الأولى، إنه الطينة أو الورقة أو التلييس أو أوكي. أيوة. لحد ما بيعيطوا لي محمد، بيعيطوا لي مثلا المورق بلبنان، بيعرفوا المورق. أوكي. إيه لأنه بيعرفوني كل شغلة. بس حبيت الزراعة، حبيت لازم أتقنها. ما بحب أشيل شغلتين بإيد واحدة، كل واحدة بإيد. يعني ما اشتغلت بالزراعة بلبنان؟ لا، لسبب انه كنت ساكن ببيروت.
اوكي فما في مزارع اكيد. لا لا هاي هاي السلام انه كنت ساكن ببيروت، بيروت بعرف كبيري واختصار يعني ضمن الانشاءات شغله الكونستراكشن. واهلك شو كان يزرعوا بسوريا زمان؟ في شيء معين ولا كل شيء؟ كل شيء الحمد لله، كل شيء. اوكي كل شيء من بقول من خضروات يعني الحمد لله، بس ما 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 في هالتطور انه الباب المفتوح اللي لقيته هون. عرفت ما في طبعا. انا بدي اوجه تحيه لكل الجمهور، محمد علي برضه لاجئ اجى من سوريا وفعلا اعطى كثير لكندا وانا اشهد له وارفع له القبعه. ريم اهلا وسهلا فيكي، انا بتشرف بوجودك معنا. اكرام شكرا لك. الحاج ابو مؤيد، الحاج ابو مؤيد هو بطل ثاني، حنعمل معه حلقه. برضه مزارع من 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 درعا، اجا ولقى ارض وبدا مشروع وشغل ناس. حج ابو مؤيد برضه لك تحيه منا، اكرام واجلال، واهلا وسهلا فيك. محمد تفضل. وصلت لبنان، اشتغلت في لبنان كم سنه، سجلت في الامم المتحده، قالوا لك طلع لك على كندا. مظبوط. يعني انت جيت على طريق كيف انه على كندا انه تفضل. حابب اطلع، حابب، انا عندي طموحات، عندي افكار، عندي كثير، بس بركان وشوق هائج مكبوت، ما في شيء افجر. كنت عم اشتغل ستاكو بالطابق العاشر بناي بلبنان. التليفون اتصل، حضرتك محمد ظاهر، قلنا له تفضلوا، قال اسمك طلع من المقبولين على كندا، قلنا له بتحب تسافر؟ قلت له نشوفه. كانت اخت عم تتصل، لا اختي انا عم اشتغل بالمكان الفلاني بالطابق الفلاني على لوح بندي، اذا بتقولي لي هلا من دون ما اروح على بيتي واخبر عيالي باخذ لوح البندي وبروح على البحر المتوسط، بروح السباحه ما عندي اي مشكله. والله العظيم بهالاسلوب. قال اوكي والحمد لله ومشيت الاجراءات. حلو حلو. وطلعت اجيت على كندا من ب 2016 مع دفعه الحكومه هاي الاولى. جون فيرست 2016. اوكي. سو اجيت على كالجاري دايركت؟ دايركتلي. اوكي. لانه كان عندي كفاله خماسيه، اجيت مباشره على بيت ومفروش جاهز، يعني انه دغري على بيت. طب احكي لنا عن الكفلاء، ما بعرفوك طبعا هم. لا هلا لما هني كفلانين انه 6 شهور على الحكومه وست شهور هني. طيب هني 5 وبوجه لهم تحيه وبوجه وبرفع لهم القبعات تحيه لهم ويعطيهم الف عافيه ويعطي لكل الشعب اللي ساعد بحاجه لمساعده. بالفعل في ناس اجتها الفرصه لتغتنم بهالبلد، وانا بوجه تحيه لكل شخص عرف يغتنم فرصه هالبلد اللي ما راح تتعوض ومستحيل نلاقيها باي بلد، مستحيل. نعم. طب كيف كانوا الكفلاء معك اول ما اجيت؟ يعني كيف معاملتهم؟ بلا تشابيه، ما بدي اشبه ملائكه يعني. نعم. يعني عمل يعني انسانيين، المعاملة كانت إنسانية بحت، مع العلم أنه كان في عنده ضمن الكفلاء 2 عرب، أخت من مصر اسمها إيمان أمين وأخت من لبنان اسمها ربا. والله بارع. يعني كانت ما لقيت صعوبة، أنه بما أنه كان عنده ضعف بالإنجليزي كان هم يتواصلوا ببعضهم، وكانت مترجمة لنا. حسيت برياحة تامة لما أنا حسيت برياحة تامة وشفت انه اولادي رح يرتاحوا ونحن رح نرتاح هون، اجا اوكي ما لازم اضيع وقت، لازم افكر الطاقات اللي عندي. طب درست انجليزي محمد ولا لا هون؟ هون والله اول ما انت كنت تعرف انجليزي بلبنان ولا مش كتير؟ والله انا بس حطيت شغلي براسي بدي اوصل له، انا ما كنت بعرف انجليزي. اوكي. يعني بتعرف بلادنا ما وخاصة سوريا لحتى الطب وهو طب اللغة العربية. ايه. يعني كان عشقي انه اتعلم، انه لما اجيت ما كنت بعرف ولا خلص، بس بعرف ام سوري
ماي نيم از ماي اول ماي نيم ما ماي نيم وهون بلش السبونسر وكذا يساعدونا للتسجيل إلي وللأولاد وكذا، ورحت على مدرسة البوفالي كوليج سجلت والحمد لله يعني، بس ما درست كتير يعني الفترة الطويلة يمكن 4 سمسترات على بعضها كده، لسبب أنه أدرس بالمدرسة بالشتوية سمسترين وبالصيف الصيف سبيشالي فور مي. أوكي هيك. تطلع تدور على شغل أو تشتغل بالمزرعة، لازم أبلش بهدفي. طيب أنت إذا وصلت هون حطيت لحالك هدف من أول ما وصلت. وأنا بالطيارة على فكرة. يا عيني. والله يا عيني. العظيم. والله العظيم وأنا بالطيارة قبل ما وأنت طاير بتبين عليك مكانات، هي كانت صغيرة. حلمي إنه أكون أشوف المزارع، حلمي أروح على مزرعة أكون نفسي أعمل. أنا كنت أحلم مثلاً بالبزنس تاعيت الزراعة وما زراعة، لأنه اللي ما بيشتغل مظبوط لك اللي بيشتغل مظبوط بمهنته بيعرف مكاسبه بيعرف المكاسب. وأول ما وصلت عملت سألت السبونسر إنه شو اللي بيمشي هون وما بيمشي، وأخذت معلومات عنهم كذا. لأن طيب شو رأيكم بالزراعة؟ شو قالوا لك؟ نو ما بيصير وكذا وهون الناس بتحب الأورغانيك وعنده عشق لشيء الأورغانيك لأنه ما حد بيزرع. لمن قلت ما حد بيزرع الله جابه. أوكي إيه الله جابه. لقيتها إجت لقيتها والله العظيم قلت إجت على أجريها. مع العلم أنا باختصاص بالمصلحة اللي بعرفها أنا بشتغل معنا، بس أنا بدي البزنس ماي سيلف. أوكي. بدي عائلتي حوالي. حلو. إيه إني أكون البزنس تاعيتي وعائلتي حوالي، أروح بالأيام إنه يكون عندي المزرعة وأطفالي وعائلتي حوالي. طب حنرجع على المزرعة. حنرجع مدام بديت تحكي عن العيلة، احكي لي عن عيلتك، مين هون إخوانك أولادك قديش عندك؟ هلا في إلي أخ خي هون. خيه هو الأكبر مني وأنا وهو أكبر، لا في أخت أكبر شيء بالعيلة أكبر مني اسمه هايل سلام له. طبعاً إجا قبل مني بثلاث شهور. حلو. إيه وهو كنت كمان كنت على لما اتصلوا فيني صرت على تواصل معه إنه شو بيصير شو ما بيصير شو. كان دائماً يقول لي أول كاربينتر هوني لأنه كل بيوته خشاب والفانسات. صح. وصرت أخذ معلومات وما معلومات وعلى الزراعة وكذا يعني، وأنا عم بتكلم معه عم نحكي يعني أخذ معلومات. والحمد لله عندي 5 أطفال. الله يحفظ لك ما شاء الله. يعني هني دوري مي فاصل لاسيدو من أكبر واحدة 8 سنين وأصغر واحد 1 سنة وشهرين. الله يحفظ لك إياهم. الله يخليك يا رب. طيب أنا لو سألت أي واحد في كالجاري بقول لك التلج والبرد والزراعة ما حتنفع، صح ولا لا؟ مزبوط. حدا حكى لك هذا الحكي؟ كثيرين. أوكي. كثيرين. بس أنا بقول طيب لمن أنا جيت على كالجاري. أنا جيت على كالجاري بطلع هيك ما بيصير وما بنعاش فيها وبرد وما برد، بس لمن بجيب الشيء اللي يخليني أقاوم والشيء الإيجابة لأتكيف للحياة بتصير الحياة كيف صارت الحياة. هي فأخذت الإيجابية منها. باخذ السلبي وباخذ الإيجابي. ما بس إيجابي، باخذ السلبي بتعلمني لحتى ما أوقع بالخطأ، والإيجابة بتعطيني دفع معنوي لقدام. فنان أنت فيلسوف. الله يرضى. والله فنان. أيوة. بس إذا بدي أخذ السلب بس الإيجابة معناته أنا فاشل. أي أنا فشلت. بس. يا عمي دروس، والله دروس وحكم. الله يحفظك. بس إذا بدي أخذ الاثنين مع بعضهم ولمن واحد بنتقدني أنا بنبسط. ما بنزعج. والله العظيم ما بنزعج. بجيد بقلب رحب وبقول تفضل تعنتقدني. وتعال نشوف وجهات النظر بينك وبيني وتعال نتجادل، واللي بيحييني كمان بوجه له تحيه كمان، ما عندي اي مشكله. بس اجباري مضطر اخذ السلبي والايجابي لحتى اعيش. لولا السلبي والايجابي ما اجتك شرارات الكهرباء والنور. طيب. طيب.
أبدعت أبدعت يعني يحفظك يا رب. الكلام اللي بتحكيه يدرس في الكتب يا محمد. الله يحفظك يا الله يحفظك. برافو عليك يعني صراحة الحكي اللي بتحكيه برافو، بس تطبيق هون الصعوبة ولا لا؟ لا كله تطبيق. واللي بيعرفني عن قريب بيعرف مينو محمد أبو ربيع. طيب أبو ربيع كيف بديت؟ هذا هو أبو كيف ربيع. بديت؟ كيف بديت؟ كيف أخذت أول خطوة؟ أول خطوة لما جيت على كالجري وصلت بعد 3 أيام. أول يوم حكيت مع السبونسر إنه بدي أزرع الباك يارد. أول يوم، لأنه أنت جيت على بلد جديد وثقافة جديدة، حياة مختلفة تماما. يعني إذا طلعت برات البيت ما فيني أرجع، بضيع. واحد يحكي الألو يحكي العليف. طيب وبلشوا تسجيلنا بالمدارس، تسجيل الأطفال بالمدارس وكذا وهيك، وبدأ تأخذ وقت. طيب نهاري طويل، أنا شو بدي أعمل فين؟ الباكيارد. طلعت الباكيارد من صاحبة البيت، قالت لي I will be happy، يعني رح تكون سعيدة، إنه بس قلت إنه ما رح تنجح وتزبط وكذا. لا أوكي، بس أنا ما بدي أخلي شيء حسرة بقلبي. لأنه إذا ما تعبت هلأ أولادي بكرة بالمستقبل رح يسألوني بابا what you did for us. Right. واو اسمعوا يا جماعة، اسمعوا هالكلمة، بكرة أولادي حيحاسبوني. يا الله والله العظيم. لأنه بالزمنات أنا سألت الوالد أنت شو عملت، لأنه أنا ما بعرف شو هو تعبه، بس أنا حسيت التعب لما صار عندي أولاد. يا الله نعم، صار عندي أولاد حسيت التعب الوالد، وديه له تحية والله يديبه ويحفظ لنا إياه. يحفظ لك إياه يا رب. إذا ما هني سألوني كثير رح يسألني أنت رحت على كندا شو عملت؟ حطيت راسك ونمت؟ شو أنتجت؟ أنا ما بحب هيك، بدي أنتج، بدي أعمل شيء، بدي أنا أجي، ما بدي إنه نظرته أن تكون أنت عبء علي وتكون إلى يعني كذا باب، بتجمعهم مع بعضهم، بيعملوا عندك طاقة، هاي الطاقة بك تفجرها. تمشي ريم فيها. ريم عناني سمعانا يا ريم، كيف الطاقة بتصير؟ يا عيني عليك يا عيني عليك، مبدع. إيه بس إذا بدي أقعد وأجلس بدي أعمل ولازم أسوي ولازم، لا أنا من نوع الحمد لله بخلي أفعالي تسبق أقوالي. الحمد لله. أنا عندي صفحة الفيسبوك ما بنشر فيها، الناس هي اللي بتنشر وبتحط عندي، وصفحة الفيس تاعتي موجودة. صحيح. أنا ما بصور، الناس هي اللي بتصور، الصحافة هي اللي بتصور وتجي لعندي وتنشر لي وتكتب لي بهالصفحة. منك أنا تستاهل. من أيوة، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يا عيني. اشتغل، فرجيني شغلك وبتعك وبعدين تحكي. أنا الحمد لله وأعوذ بالكلمة، أنا شغلي هو اللي بيخليني. هلا في كثيرين بيقولوا لك مزارع وكذا. يا أخي مزارع بس جو كالجري اللي ما بيعرفه، جو ألبرتا اللي ما بيعرفه، ما بيرفع غير للقمح. أيوة قمح كانولا. نحن عم نحدث صعوبات هوني، بتعرف يعني شلون؟ يعني أنا الحمد لله عزمي، أنا الوحيد بالمنطقة أنه عندي هالمساحة، وأنه فكرت أنه أزرع، أنه أقوي قلبي. زرعت الباك يارد، خلينا نشوف الباك يارد شو صار. أيوة هلا ما كنت بعرف منين بدي اجيب التولز، الشبل، البذور، كذا، ما عندي اي خبره. بتعرف شو عملت؟ مظله المطر. ايه. كسرت ايده وشلت العشب كله من الباك يارد. واو والله العظيم الدم يطلع من ايدي، ما بدي اوقف، بدي امشي بقى. طيب شو انا متعود على الشغل، متعود ما اقعد، متعود ما انام، شو بدي اعمل؟ شلت العشب كله، لحتى السبونسر جاب لي شويه بذور، ظرفين ثلاثه وكذا وهيك، وصرت انسق الحديقه. هلا كل شغله تنسيقاتها، وانك تعرف ترتبها هاي كمان لوحدها، يعني العين تعشق وقبل القلب احيانا، القلب يعشق قبل ما اعرف شلون بقولوها. ايه مضبوط. كمان النظر له دوره، النظر، بس ما انه اعمل هون، لا مرتب. صرت والله وزرعت وكذا وهيك. في الاخ سامنا مورا بوجه له اكبر تحيه واحلى تحيه، ولسايمه جمال بوجه له تحيه كمان.
والله أول هيك صورت، بلشت صورت الخسات صغار والبطاطا والفاصوليا وكذا، ومن السقم مرتبة أحلى ترتيب والله. وعندي على الدرج مثلا نازل نزول حاطط الكورن الدرج صفرة من هون ومن هون، إنه مثل مدخل جنيني وكذا. ببعث لي أبو ربيع هذا عندكم بالبلد هاي الصورة، سام نمورة. لا والله يا حجي بكالقري هوني بربك ما بعرف له ايه، وين المشكله؟ انا ما تنبعي ولا ما في يومين ثلاثه ولا جايتني صايمه جمال على الباب. انا صايمه لا بعرف، ما بعرفها وش لوش، وما كنت بعرف احكي كلمتين على بعض الانجليزي، وصارت تسالني منين وجبت لي مترجم وكذا وهيك ما له والله الحمد لله. ومشيت وكبرت الخسي، بتصدق وتامن بالله انه راس الخس 3 كيلو ما شاء الله، من دون إضافة شيء، من دون، لأ ما بحب هالإضافات هاي لأنه أنا متعود على هيك إنه كيماوي ما كيماوي ولا هرمونات، لا مثل ما بحب أكل بحب أطعمي. والله وصورني ولا ما شفت إلا الصحافي بدها تجي عم يقول لي قال له والله صورني وكذا، وأبو ربيع أجتك الكالجري نيوز وأجتك ما بعرف تشانل 7 وبلشت الحمد لله. مين شافني هون؟ شافني عبد الله شبلي صاحب المزرعه. طيب بس بدي اسالك سؤال قبل ما نكمل. انت الان عملت تجربه بسيطه في الباك يارد، اوكي؟ عفوا شكله صار في خطا، او خلينا ننتظر. يعني صراحه يا جماعه خلينا نشوف شو صار مع محمد. بس في الحقيقه القصه الى الان إلهام وإبداع وفن وعطاء وتنمية بشرية وتنمية فكرية وإجلال صراحة. من يعني شو بدي أحكي لكم، من يعني من أبدع ما يكون، من أبدع ما يكون محمد. أعتقد عنده مشكلة، خليني احكي معه. بس يعني بديش اضيع عليكم الفرصه هاي واقعد انا احكي، لانه انا ما بدكم تسمعوني، انتم بدكم تسمعوا لمحمد، بدكم تسمعوا لهذا الشخص اللي فعلا اعطى وما خاف، كان قلبه شجاع. وزي ما بقول لك طلعت بالطياره بديت افكر صراحه. يعني الهام عطاء التوجيه تجاه الزراعة ملهم بصراحة. يس ألو ألو أعتقد صار عنده مشكلة لمحمد، بس خلينا نحكي معاه مرة تانية. صراحة يعني يستحق كل الاحترام فعلا. هاي دخل، سوري هاي دخل محمد. تحياتي أخي، سوري لا ولا يهمك عادي، احنا فاهمين هذا انترنت وبتصير هاي المشاكل. طيب احنا كنا بدنا نسألك سؤال من إكرام، بتقول لك هل أخذت دورات عن الزراعة في كندا؟ كون الزراعة هون تختلف شوي عن بلادنا، هل أخذت دورات ولا بالفطرة كله كان؟ الطبيعة هي اللي بتعلمك، الخبرة هي هون تعلمت أكثر ما تعلمته ببلادنا. الطبيعة هي بتعلمك. المهندس ما بصير مهندس ليعمل نظري وعملي، صحيح. العملي هو اللي بيعطي الخبرة. أنا أخذت العملي بإيدي لما بلشت، صار عندي الباكيارد just for test. أوكي أيوة، لما حصلت على الأرض صار عندي الباكيارد especially for test، إنه شو البزروع صرت أعرف، زرعت كل الأنواع، عرفت وين اتجاه الخضروات اللي بتمشي سوبر نمبر 1 فيها. وهذيك هلا نجي على قصه باقي الخضروات والشتول. يعني 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 مختبر كان عندك الباك يارد. بالضبط ايه، مع قصه طويله هي صارت يعني، بس مرحله ما فيك، بدي اطلع انا درجه ما فيني، والا بتعب، بدي اطلع مرتاح. يا عيني عليك، ما فيني. صرت انه اعمل زرعت مثلا اوكي، انا لغتي لسه كانت الانجليزيه ضعيفه، هلا الحمد لله ماشي الحال.
يعني انا تواصلي مع العرب اوكي، صار بدي اذا بدي ازرع ما بعرف انه العرب شو بيحبوا، انا اللي بحبه انا العرب بيحبوه طبعا. صرت ادور على البذور وكذا على المنتجات العربيه واللي متشوقين للاخوه العرب من زمان اللي يقطفوها اورجانيك باي هاند اي اي مباشره، الشيء اللي كانوا يتمنوا يروحوا على مزرعه ابو ربيع يقطفوه. يا عيني. طيب الان خلصنا من الباك يارد، سمعت عنك بعض النيوز. الله، انا بدي اوجه من هون رساله فخر وشكر لسام نمور اللي فعلا ساعد كثير من القادمين الجدد واعطاهم توجيهات وساعدهم ايضا بالوصول الى المعلومات الصح، فشكرا له، شخص رائع جدا يستحق الاجلال طبعا. تعرفت على شخص كنتك تحكي عنه ووقفتك انا، فاعذرني اللي اعطاك الارض او تفضل. هو لمن شاف قصتي على الفيسبوك مع على صفحة السوريين في كندا، بعت لسام نمورة انه في عندي قطعة ارض، بعطيه قطعة ارض لمحمد اذا بده يجرب. بوجه له تحية، اسمه عبد الله شبلي، هو بزنس مان واطيب ناس كمان والحمد لله، انما الاعمال بالنيات. عبد الله شبلي اصله عربي يعني؟ اصله سوري عربي. اوكي، نص لبناني ونص سوري. والله حلو ممتاز، الله يعطيه العافيه. والله وكان واقف معي يعني لحد اليوم. قديش دفعك على الارض؟ قديش الارض حجمها؟ هلا هو عنده ارض كبيره، عنده تقريبا اراوند 125 acres ما شاء الله. انا اخذت قطعه صغيره، ما فيك تجي تقول انا ابو علي وانا فلاح وانا مزارع، لا، انتقلت من تجربتك الباك يارد الصغيره قبل شوي لشيء اوسع. هو بدك تبلش تعرف طبيعه الارض. انا ما عرفت طبيعه الارض، بدي اخذ خبره الارض، بدي اخذ خبره الطقس، خبره الخبره، الخضروات اللي بتنجح بهذيك البيئه. يمكن انا صرت احسب يا اخي، يمكن انه المنزل صار يمنع لي مثلا كذا كذا هناك لانه ارض مفتوحه، يمكن ما تزبط هالشيء. صحيح. ومع هيك رحت ديركلي، يعني اوضاع امكانياتي ضعيفه وكذا، ديركلي رحت اشتريت تراكتور اولد قديم يعني هو بس بدي امشي حالي، ما فيني اوقف. خلص اخذت طريقي، اخذت مساري، اني اوقف لا. هلا بيسالوني هون شو بتصير الانتقادات، بيسالوني محمد شو عملت، محمد شو انتجت. يا اخي ضمن انا هاي بتعجبني هاي السؤالات، شو انتجت اخي؟ انا بدي افتح بزنس، البزنس اذا بدي، انا بقول لهم اذا بدي افتح محل ثياب بدي بالقليل سنه لاجمع له زباين لامشي. صحيح. كيف انا عم بعمل بزنس يعني هون بقولوا له من سابع المستحيلات. اي والله. ورحت وبلشت بقطعة صغيرة تقريبا 1 acre ونص او 2 acre. حلو. وبلشت ازرع الفول والفاصوليا او اللوبيا، وبلشت ازرع البازيلا والخس، حطيت بهالبذور. بدي اعرف البذور. هلا واجهت صعوبات كثير انه بما البذور من هون جبتهم بذور ايوه. هلا بنجي بعدين على قصة البذور كيف بجيبها. بلشت زراعة. هلا هون وين تجيك الصعوبات؟ الصعوبات ما مثل بلادنا، والله شيل خضراياتك وروح على سوق الهال. هون في عندك بدك تربي اسمك، تربي باسلوبك الحسن، تعمل معاملة صادقة مع الناس والكستمرز لتربي زباين. الزبون باسلوبي انا لازم الحمد لله انه اخليه يجيب 10 معه، ما بس هو يجي بعدين باسلوبي. ولو كانت الخساره من عندي انا ما عندي مشكله، لانه انا عم بدور على المستقبل، ما عم بدور لليوم انه شو بدي اطالع كم دولار اليوم، ما بيهموني اليوم. تعلموا يا بتوع الماركتينج، تعلموا. ايوه انا ما بيهمني اليوم ما بيهمني، بيهمني بعدين شو بدي اكسب انا لبعدين. الزبون يجيب لي 10، ال10 يجيبوا 20، ال20 يجيبوا 40، اوكي الحمد لله
صار طريق ستريت، انا لسه طريقي طلوع نزول في صعوبات. والمرحله الثانيه انه انت عم تجي على ارض اول مره بتنزرع خضره. تمام. ايه بدك تتعب فيها، بدك تفلح، وبدك وفي اعشاب، تراكم الاعشاب، تراكم الاعشاب بيكسر الظهر، والحمد لله برنا نتغلب عليها. جبت بلشت زراعه، صار عندي الخس. الخس طيب فكرت انه طيب انا لساتني بدايتي، انا ماني افكر بالمردود تاعيتي او شيء. لا لا لا، اللي بيفكر بالمال بيكون فاشل، اللي بيفكر بالمال من اول البزنس تاعيته والله العظيم اكبر فشل. اني من اول سنه انا حاطط خطه خمسيه، الحكومه ما بتحط خطه خمسيه. محمد انا بدي اوقف لك صراحه، يعني انت كتاب، انت فعلا تدرس يا محمد، يعني الله يحفظك يا رب. ما شاء الله عليك، اللهم صل على سيدنا محمد، الله يحفظك لاهلك ولا اولادك ولا اخوك ولا ابوك وامك يا رب. الله، هاي تربيه الوالد والوالده، وانا بعتز فيه. اكيد اكيد، الله يجزاك فيهم الجنه يا رب. الله يخليك. حطيت خطه خمسيه، بهالخمس سنين اذا بين كل سنه طلعت 20% نجاح، بالخمس سنين وصلت 100%. معناتها انا بلشت مثل البيبي، مثل البيبي السنه، اول سنه على بطنه، ثاني سنه على ركبه، ثالث سنه بلش يهدي، رابع سنة، خامس سنه بلش يمشي نظامي مثل البيبي. اذا ما حطيت خطه لا، وبهالخمس سنين اذا ما عرفت استفيد وازيد خبرتي فوق خبره، بكون انا كمان فاشل. لا، بروح بغير كاري، لاني انا بعشقها وحابب اني اعمل حياه هوني. لانه بلد كندا كيف الشجره، سوريا هي الجذور، بس كندا هي الشجره اللي خلت هالشجره تثمر. اي والله، انا بالنص، من فوق كندا من تحت سوريا. الشجره من دون الجذور ما فيها تعيش، والشجره بلا ثمره ما بتزبط. هذول اللي صار فيها بين سوريا وكندا، تنتين ما بتخلى عنهم. هذيك ربتني، هاي فتحت لي آفاق الحياة. أنت مدرسة ما شاء الله، مدرسة في كل شيء. الحياة علمتني، الحمد لله. الحياة علمتني. سام سام سام، بنوجه له تحية معنا، هو بحكي عنك أبو ربيع، مثال رائع للناس المكافحة، إنسان لا يعرف اليأس، مثابر عنيد وصبور ولطيف. وانا بضيف عليه انه هو مدرسه. وسام شكرا لك على اللي بتسويه انت لاهل كالجاري ولشباب كالجاري، وانت برضه فخر للعرب، لانك عن جد ساعدت كثير شباب، ووجهت الاعلام والصحافه على التوجه الصح، يشوفوا الناس الطيبه، الناس اللي اشكال ابو ربيع. معلش ابو ربيع، انا يعني مش لازم اقاطعك، بس تفضل. صار عندي الخاص، انا لحد الان ماني افكر شو بدي طالع. بيسالوني ايه، والحمد لله والحمد لله، ما بحب اجادل حاليا. اكبر غلط انك بدك تجادل، والحمد لله مثل ما قلت لك باخذ السلبي والايجابي، بس ما بحب اجادل كثير، بدي اتعب. صار عندي الخاص، اتصلت بالاخ سام نموره، قلت له اخ سام انا الخاص جاهز، شو بدك تعمل فيه؟ قال والله بدي اتبرع فيه للفود بنك. صار عندي اطلاع لما التبرعات بتصير. اول سنه كان عندي واعطيتهم الخس، بيعرف سام، عباهم عبيناهم وتبرعنا فيهم كمان للفود بنك. الفود بنك اللي هو بنك الطعام، ايوه، اللي بيساعد المحتاجين والفقراء. ايه بالضبط، واللاجئين. ايه قلت له سام، اجى سام، اجى لعندي وعمل لايف وكذا وهيك، اوف ما في، قامت القيامه عندي، بلشت الإذاعة والصحافي والدنيا. أنا والله العظيم يمكن وحكيتها كثير وبحكيها، أنا ما همي إنه والله لا أبين على الإعلام ولا شيء، لا لا لا، آخر همي هذا. لو بدي أبين على الإعلام كان كل شغلة بعملها على صفحة الفيس وشوفوني وكذا وتعوا لعندي. لا، أنا بحب إني أشتغل على الساكت، بس انا من واجبي انه بلد، انه هذا 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 الامكانيات اللي فيني اساعد فيها بهالبلد اللي عمل لي الشيء اللي ما صعب انه نقول انه دولنا العربيه بلاد الميم والضاد.
قدمتنا إياه. بلاد كندا قدمت لي هذا أقل شيء فينا نقدمه لهذا البلد اللي فتح لنا صدره هيك. اتصلت بأخ سام وقلنا له تفضل أخي سام هيك. قابلت لقيامي وجدت الصحافة والحمد لله. هلا تعرضت لنمور آخر هم التنمرات. بدي أمشي أنا بدي أمشي. خلصت السنة الحمد لله كان نسبة النجاح مثل ما قلت لك 20%. تبرعت كمية كبيرة للفود باونت. كانوا تقريبا 970 باونت، يعني almost 1000 باونت، 1000 باونت تقريبا. تقريبا. انت مستقل فيها يا محمد، انت مستقل فيها. الحكي هذا اللي بتحكيه ناس لهم عشرات السنوات. بس يا جماعة عشان احكي لكم انه اللاجئ لما خرج وشاف الصعوبات اتعلم انه الحياة هاي مش سهلة وصعبة، ولازم يساعد أخوه اللي محتاج، وهذا اللي عم بيسويه محمد. انتهت السنة خلاص، أخذت شوي عن التربية، أخذت خبرة عن كيف بدي أعمل للسنة القادمة. السنة next year وسعت شوي بالأرض لأنه صار عندي إمكانية إني أوسع شوي. بلشت بدي أجرب أنه بالخارج، بلشت أزرع بزور بيت الجان وبندورة وفليفلي، بدي أزرع كل شيء وكوسة وكل والخيار وكله. عملت جرين هاوس، طلبت من صاحبة البيت أنه أعمل جرين هاوس بالباك يارد تاعيتي تاعيت التجارب، وعملته أنا وعملته ومن خشب ولبسته بلاستيك وزرعت فيه الشتول. لما اجى وقت الزراعه جبت الشتول، انت عارف هون بكندا اذا بدي اشتري بالشتلي بنخرب بيتي، ما صعب علي. انا بزرع وبربيه وبعرف البذره شو اساسها وشو اصله وشو فصله. بزور يعني البندوره والباذنجان والفليفلي والخيار وهيك شغلات. السنه القادمه زرعت الفول والكذا وهيك البذور. اجاني السيد تراكتور قديم بعز دين الشغل الضرب. هاي التحديات اللي بتصير دائما. ايوه يا رب دخيلك شو بدي اعمل، لا عاد فيني اقدم. وصلت نص الطريق، لا هيك مصيبي وهيك مصيبي، لا عاد فيني اقدم ولا عاد فيني اخر مستحيل. شو ما عملت مستحيل، بدي اقدم. هلا من قبل بثلاث شهور الزراعه، قبل بشهرين هون كنت عم بدرس بالبوفالي كوليدج. وجهت كمان تحية في لكل المدرسين والمدرسات والطلاب، اختارتني كأفضل كمان كأفضل لاجئ. وجدت رئيس الوزراء راشل نوتلي كرمتني بتشيك ب $3,500. كرمتك كأحسن لاجئ أو أحسن إميجرانتس موجود في كالجاري، مع كمان 15. بس أنا كنت من الحديثين الولادي يعتبروا، أنا كان صار لي السنة ونص اللي كانوا صار له كل واحد 15 و13 و20 وكذا وهيك. بس بالسنة ونص أنت سويت قدهم، لازم ما تستقل بحالك. الحمد لله أنا ما أفكر على، لأنه أنا تفكيراتي اللي جاي أعظم، تفكيراتي حقي أنا أحلم، ما حد إلو عندي عدم أخذي، بدي أحلم بدي أعمل بدي طموحاتي كبيرة. رحت شو سويت، انضرب التراكتور عندي ما عندي الوقت لأصلحه أو رحت كنت عم اشتغل لعبد الله صاحب الأرض الله يوجه له تحية، عم أعمل له الباك يارد، قلت له القصة 1 2 3 ولا يهمك. بحس لي رحنا جبنا تراكتور الكيبوتا اللي عندي كمان على قياسي الحمد لله. والله الله يعطي العافية، رحنا بعد مسافة 3 ساعات بأيام رمضان، رحنا جبناه من بعيدة عن كالجري 3 ساعات، جبناه بالليل وصلنا وش الصبح. يا الله وش الصبح، حطيت راسي ونمت، أمنت عليه الساعة 9 كنت عم بشغله 9 الصبح. ما قدرت أنام من فرحتي إنه طريقي رجع مشي العطولة. وبلشت أزرع، نجح كثير شغلات. شو اللي ما نجح عندي؟ ما نجح عندي الباذنجان، الملوخية، البندورة إنما استويت كثير. شو بدك تسوي يا محمد؟ أوكي
ما not big problem. ركز لي على الملوخية، الملوخية شو صار فيها؟ أنا بعشق الملوخية. أيوة. الملوخية هيك صار طولة بس يعني نموها كان بطيء. هلا بنجي إلى موضوع التربية وموضوع الطقس. هلا اللي بيقول لك إنه كالجري أو كندا إنه الصيف تاعيته قصير. مظبوط؟ يا عيني عليك. أربع فورمانسز، أربع شهور. بس تعال مطلع الشمس لمغيبة كم ساعة؟ أوكي. كم ساعة؟ ولا تنسى إنه الشمس قريبة على أرض كندا، ما في بلادنا العربية. مظبوط. أعطيك مثال، والله العظيم الكوسة ببلادنا منقطفها يوم إيه يومين لا. هون بكالجري الصبح ومساء بدي أخطف، إذا ما قطفت الصبح بتخرب للمساء عندي. ما شاء الله. اللي ما بيعرف بالأرض وما خاض بتجارب الأرض، لأنه أرضن كنز، أرضن للي بده يشتغل فيها كنز. عندنا ببلادنا تعباني الأرض لسبب، سبب إنه كل سنة بنزرع كل سنة بنزرع وتعبت الأرض من آلافات السنين، صرنا نضيف لها مواد كيماوية، سماد، يوريا وشرش وكذا، تعبت الأرض. بعد تعب إنتاج هو، بس هون أرض ولا أحلى ولا أروع، لسبب إنه جليد الشتوية بيعطيك إمتى بيجي الإفادة تبعه بالصيف؟ لما بتزرع بتعطيك البرودة، البرودة بتنزل للصيف وتطلع للمزروعات. Never used water، ما استعملت المي، بدون مي بعلي كله، من دون مي كله بعد. والكوسة حصرة مع العلم إنه بدها مي وبدي الصبح ومساء. بس اللي ما بيعرف طبيعة كالجري وطبيعة الأرض اللي عنده كنز والله. ما بقول الحمد لله أنه ما حد سبقني وبأيد أي واحد يمشي بالخطوة، بس بقول له بدك تصبر مثل ما صبرت وتعبت ليك هيك هيك أنت صرت هيك، بس أنا بعرف بالنهاية بدي أقعد أرتاح. أتعب أنا ولادي بعدهم صغار، إذا ما تعبت هلق وبكرة كبروا ما عاد ألحق. ببني حالي هلأ بساتني بقوتي وعزمة لأرتاح، لأرتاح لهم إلهم وأرتاح لبعدين. هاي زاست، بس إذا بدي أبض ما رح تزبط معي. المهم حكيت كثير ما لا لا لا، أنا 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 speechless، مش عارف أحكي لك إشي أنا، عشان هيك وأنا عارف الجمهور بده يسمع إلك مش إلي. تفضل. الله يخليك. بلشت انه بدي انجح الملوخيه، بدي انجحها. ما في اي شيء في قانون، عندي قانون اسمه، ما في شيء اسمه مستحيل. المستحيل انك ترد الروح للجسم. في شيء اسمه صعب، بالصعب عمهلك شيء بسيط 1 باي 1 بنشال كله. ما في شيء مستحيل بالحياه، ما في شيء مستحيل. لك الشغل الوحيد المستحيل انك ترد الروح للجسم اللي راحت، هاي بايد رب العالمين. نحن عم نحكي على واقع، واقع ما في شيء اسمه صعب، بس بدك صبر، بدك تعرف كيف تمشي معاها بس، وكيف تكسب خبره وتزيدها فوق خبرتك، خبره للسنه القادمه. على فكره انا ما كنت ماخذ الخبره زياده ببلادنا، هون انا اخذت الخبره كل يوم عن يوم بزيد خبرتي. وما بقول اني والله صرت، لا انا لساتني داون. انا باخذ من الطفل والله العظيم، ما اولادي بيكونوا حوالي، بابا ليش ما عملت هيك؟ بتعلم منهم، بتعلم من الكبار، الكبار عنده خبره اكثر مني، ولو انه ما كان مزارع مول كذا مول شيء، باخذ من الكل، ما بستثني حد. والحمد لله. نجي لقصه الملوخيه والباذنجان، بدي انجح انا كيف بدي اعمل فيها؟ حكيت ما انه بدي اعمل بيوت بلاستيكيه، بس قبل ما اشتري بيوت بلاستيكيه شو بدي اعمل؟ يا هل ترى اذا عملت بيوت بلاستيكيه، اذا اشتري قبل ما اتورط بمشترات بيوت بلاستيكيه بنجح الشيء الا لا؟ قبل ما اتورط كمان قلت لعبد الله، وكمان والله العظيم يعني شو ما حكيت ما برد له. قلت له اخي عبد الله بدي ابلش انا بالبيوت البلاستيكيه وبدي، قال اوكي. قلت له بدك تمشي لها بتصريح، وهون بياخذ وقت التصاريح اي شيء، بس بالنهايه توصلوا مثل ما انت اي شيء بدك توصلوا هون، كل لانه خلص كله عن نظامي.
ايمت اجاني التصريح؟ متاخر. التصريح اجاني تقريبا قبل بشهر من هيك او بعشرين يوم من هالسنه، ومن خشب بدي ابني، ما بسترجع اروح اجيب حديد وتكلفه قويه بتكسر الظهر. عملته بنيته ومع مساعده الشباب هون، وكمان الله يعطيهم العافيه ساعدوني لبنائه، وزرعت جواته باذنجان وكم حبه ملوخيه وبندوره وفليفله. هلا النتائج ما توقعتها هيك، كانت يعني 200% 200%. ما شاء الله. انا والله العظيم عملت فيديو مع الوالدة، حكيت مع الوالدة فيديو، بس قلت لها تفضلي يا حجة شوفي لي هذا البيت انجان الا تبع بلادنا. قالت يا ابني والله صار عمري هالعمر وما شفت مثل هالبيت انجان. ما شاء الله. هلا صار عندي اوكي. بنيت البيت، هذا البيت ضمن منطقة إن ما لازم أكون ولازم أكون أبعد وهيك، أوكي داون شيلوا كبوا، أنا نجحت، أنا نجحت، ما بهمني تكلفت عليه 2500 دولار 3000 دولار، ما آخر همي، هاد آخر همي نجحت للشيء الأكبر اللي جاي. ولساتني أنا قبل ما أفك وديركتلي صرت أدور وين بدي أجيب بالبيوت بلاستيكية وكيف وكذا وهيك، من منطقة لمنطقة، المهم وصلت لمنطقة اسمها ميديسن هات بعيدة عن كاليغري 3 ساعات. لسه ما بعرف التفاصيل والله، ورحت وتعرفت على شخص وعنده بيوت بلاستيكية بدي بيعه، وشفته وصار يحكي لي وكذا وهيك، هون زادت قوتي قوتي وطموحي انه لازم اوصل شو بدي اعمل. صرت اخذ منه التفاصيل انه النجاح وكذا وهيك، قال لي يعني شو كالجري شو مديسن هات، انت كالجري فيك مثلا 3 مليون بيبل، مديسن هات يعني ما فيك كم شخص وكلها جرين هاوسز، لان يعني انت ماشي بالطريق الصح، يعني جو واحد وانت روح بنيه هنيك. اشتريت والحمد لله عبد الله كمان ساعدني باشتراك البيوت البلاستيكي هوني. أول شيء كان خايف نحكي الصراحة، ويمكن يسمع كان خايف، بس لما شاف هالشخص طموح وماشي نظامه حبوا لهالشخص، وأنا راح أضل معه طول العمر، لأنه اللي بينكر الفضل قليل قليل أصل. اللي ساعدك كون معه، واللي بنسى أعوذ بالله كون معه، اللي وقف معك اللي طلع عليك بعين تطلع عليه بعينتين، هذا قانون الحياة، لا تمشي تنجح. والله اشتريت البيوت البلاستيكية ونقلتها، أروح بسيارتي أروح أفك فيك وأعدل هالسيارة وأجي طول الشتوية أنقل فيي، ومشينا بالتصاريح. بس شو اللي صار؟ إنه تأخروا فيني. إيه والله كمان تأخروا لعطوني، لأنه صار اسمه بزنس صح كبير، السيارة فولفو تشحط طول. يعني صرت احمل بالسياره اقل من حجمها، اكبر من حجمها، سيارتي فولفو صغيره ووراي الحديد روح يمين وشمال وبتكل على الله. وكت ساعات والله اجتني التصاريح كمان نفس كانه متفقين مع بعضهم نفس اليوم. خير. طيب انا صار عندي توسعه كبيره للارض والحمد لله، لك صار عندي زباين تربايه زباين، وصرت اعرف شو بدي ازرع له. احلى ابو محمد عبد الله معنا على الخط، وجه له اكبر تحيه، بوسه بين هالشوارب بين هالعيون، بستاهل ابو محمد كثير. يعني عبد الله انا بشكرك من منبر كنار تي في على اللي قمت فيه باتجاه ابو ربيع، واتوقع هذا من اصلك، وابو ربيع برضه يعني بستاهل بستاهل. هلا صارت بنرجع لموضوع حطينا كثير، صار عندك اوكي انك تربي الزباين، صرت باسلوبك بكذا بهيك بمعاملتك تربي الزباين، صار شو عندك كمان زبون صار يعرفك شو لازم تزرع. ابي عندي ابو ربيع عندك كذا كذا، او ما عندي، تكرم عيونك السنه الجايه ولو. ايوه لك مثلا الحمص الاخضر، انه زرعت اول سنه هيك كم حبه للاولاد ياكلوهم، الاولاد ما اكلوهم شاروهم الزباين الحمد لله. هذا الحمص مش موجود، مع انه احنا كندا مشهورين بالحمص. هون صرت ازرعه ونجح، يمكن نجاح ما نجح ببلادنا.
ما مدح ببلادنا. يا عين. اي والله. ابو ربيع عندك بقلي ذكرى معيونك السنه الجايه بتكون عندك البقلي، صار عندي البقلي وصار عندي الجرجير وصار عندي البصل الاخضر البقدونس شو بخطر على بالك؟ صرت بدي ازرعه، بدي الزبون يجي ما يطلع من عندي فاضي، باسلوبي بمعاملتي تفضل بامرك بامر عيونك، اوكي بزرع قطعه صغيره ما بدي مردوده، هاي بس لاكراميات الزباين. او محمد اجا مبسوط وطلع من عندي مبسوط، وحط مثلا كان يشتري ب 50 دولار حط ال 100 دولار وهو عم يضحك. السلام عليكم ابو ربيع. يا عين يا عين. ما هي السياسه، هي الاسلوب المبيع، بس باسلوبك بدك تكون الصدق مع الزبون، المعامله الحسنه مع الزبون، كيف تتصرف مع الزبون. ما بس كمان ما بدك لحد الان انك تدور على الماديات اكثر من ماديتك، لانه اللي جايك اعظم واكبر واكبر من كل طموحاتك اللي انت بتفكر فيها. طيب لليوم هاي السنه كان عندي طموحي كبير بس اتهدم بتاخير البيوت البلاستيكيه. اوكي اي والله بل عندما زرعت المزرعه صرت زارع تقريبا 10 ايكرز لانه توسعت بالزراعه واخذنا خبره، اجت التصاريح صرت وبلشت تنمو الخضروات وبلش اجاني التصاريح بعد الخضره صغيره، صرت ابني بالبلاستيكيه، كبرت الخضره بدي اروح للاعشاب، يا بدي اضحي بالبيوت البلاستيكيه يا بدي اضحي بالمزروعه. غصب عني ضحيت بالمزروعات لحتى ما اخسر الزباين، كمان ضحيت بالبيوت البلاستيكيه لحافظ على الزباين اللي ناطرتني طول السنه. ابو ربيع قيمت وابو ربيع وابو ربيع، انا لما دمع العين ما بدي افرطه، خزنتهم ما بدي افرط فيهم. الزبون عندي اياه بالدنيا، الزبون رضاؤه بالدنيا عندي، لانه هو اللي بده يرفع لي البزنس تاعيته بالمستقبل، هو وغيره وغيره. اذا انا ما كنت منيح معه اجيت اضطريت اوقف، رفع صبيت القواعد وحطيت العمدان والسوره تاعيته، بس هذا النصيب اللي صار. الا كانت الملوخيه يعني كنت واعد الزباين انه ان شاء الله السنه الملوخيه والباذنجان العربي والمقطي او الفقوس راح يكون موجود هون كالجري. يا الله، لانه صار انه بدي المنتوجات اللي انت واي واحد متشوق لها صعبه، مثل الملوخيه والباذنجان العربي والفقوس او المقطي، هذا كنا متشوقه له، بينما الشيء الثاني اوكي ان وجد من وجد اوكي انا عم بدور على شيء اللي انت بتحبه. مثلا انا استقبل بشعر بالفخر لما بيجيني زبون قال لي ابو ربيع انا من 14 سنه ما اكلت فريش. كله طبعا وكله اللي بتحكي فيه بدون كيميكلز اورجانيك. اصلا لو حطيت كيميكال بخرب الدنيا، ارض ما بدها كيميكال ولا بدها شيء، ارض مهما حكيت يعني بتشيل جزر البطاطا بيطلع هو البطاطات، ما ضروري تبحش تحت لتطالع البطاطا. ارض خصبي ما حد بيعرفه وقيمته الا اللي اشتغل فيها. طيب انت تبرعت مره ثانيه لبنك الطعام. ايوه بالضبط. نكست يير تبرعت من الباك يارد تاعيت التجارب. يا عيني. السنه الماضيه تبرعت من الارض لانه كان في عندي يعني كان صار الحمد لله صار شعبيه وبلش الاسم يزيد والحمد لله. في البوفري كوليج قلت لك اللي كرمتني وكذا وهيك، كمان انه بدي ياخذوا فالنتير وبدي يساعدوني، قلت لهم حددت لهم يوم الفلاني في عندي بدي اخذ الخص للفود بانك وقال بدي اشبه معي وكذا وهيك ويساعدوا لحتى تكون انه لحتى اشعر حتى اخليهم هم يشعروا بالفرح انه رحنا قطفنا واخذنا نحن اللي ساعدنا. هيك الاسلوب بدك تدخل الفرحه للقلوب، ما انا انه باخذ كم واحد يقطفوا لي اياهم واخذهم على الفود بانك، انا قصد لحتى ادخل لهم الفرحه جواتهم انه هني عملوا شيء، طلعوا لعند مزرعه ابو ربيع وساعدوه، لانه بدي اشوفوا على الاعلام انه محمد اخذ على الفود بانك، نحن اللي كنا ونحن اللي ساعدنا
يشعروا بالفرح بين بعضهم لحتى يحكوا لأصدقائهم، أصدقائهم يجوا لعند أبو ربيع. ما إذا ما أجوا هلا بالمستقبل، ما هي السنة، السنة بعدها ما عندي أي مشكلة. والسنة كان بدي أغير، صار عندي تغيير إنه خس لا خلاص لا بدي أغير. السبانخ قيمته الغذائية قوية، expensive، والحمد لله إنه خلاص لازم تغيره. وكانت من ساعة اللي زرعت حق هيك قطعة صغيرة، إنه من ساعة اللي بزرع الشغلة إنه هاي للفود بنك. خلاص انت صرت محدد جزء كمان. ولا لازم احدد، لانه لا لا تعرف ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. هاي هي يعني اكيد انه الحمد لله ما حد معي لحتى يعرفني شلون بدفع وما مدفع، دمين عم بدفع او ما بدفع، بس بعتبرها زكاة أجسامنا، زكاة تعبنا، زكاة للأرض اللي عم نزرعها، هاي عليها زكاة. نحن بنشيلها للناس، أوكي بدي أعطيها، لا، في بنك والبنك هو اللي بيوزع. هذا أنا اللي إلي قدرته. لو عندي قدرة أكثر والله العظيم ما بعمل أكثر، بس هاي استطاعتي، أكثر من هيك ما فيني. محمد إكرام بتقول لك من هون لك كم سنة بتصير الملوخية الأكل الشعبية في كالجاري؟ إذا أمرك، والسنة الجاي راح تكون إذا ضلينا طيبين والله خلانا راح تكون موجودة وبتشوفيها على الإعلام، لأنه إن شاء الله السنة راح بجهود عبد الله ووافي راح نسجل البزنس وراح يكون نظامي 100% وتحت الإشراف الحكومي والدولي. يعني هلا ما حسيت اسجل لساته البزنس، لساتني هلا عم بحط على اجري. انا السنه الجاي ام ريدي، انا جاهز لكل شيء، ما عندي اي مشكله. انا بس كان كاسر ظهري اوقف هالبيوت البلاستيكيه، هلا جاهز لكل شيء. وبوعده الملوخيه والباذنجان العربي والمقطي عند ابو ربيع مزرعه عبد الله شبلي. انت يمكن حكيت كلمه هلا كان كاسر ظهرك، انت رفعت روسنا كلنا يا محمد. الله يخليك يا رب. انت رفعت روسنا كلنا، مش بس السوريين ولا اللاجئين، رفعت اسم كل واحد عايش في كندا واجى على كندا وحب كندا واعطى لكندا، سواء عربي سواء مش عربي، انت رفعت روس الجميع. هلا يمكن في ناس عندها طاقات وفي ناس عندها، بس ما تهيئنا الفرصه اللي تهيئت لابو ربيع. بس ما بعرف، يمكن أبو ربيع كان إصراره قوي، يمكن في غيره إصراره قوي وطموحه أقوى، بس ما تهيأت لهم الظروف، ما تهيأت لهم الحياة، الجو المناسب. بس في عنا طاقات، في عنا إبداعات، وفي كتير. وبتمنى أنه كل واحد عنده هدف. هلا أنت تحت بداية جيتك، تحت كنف الحكومة، أكبر غلط ما تستغل هالأيام، أكبر غلط ما تستغل هالأيام. إذا راح اليوم منك ما عاد يرجع. ستوب. كل يوم عم نكبر عن يوم. بس إذا نحن الحكومة بدها تدعمنا هالسنة هالسنتين، أنا لازم أبلش بالبزنس هالسنة هالسنتين. خلصت من الحكومة أنا واقف جاهز لأمشي، ما بدي مين يدفشني لوراي ويشرجني ولا البطارية خلصت وكذا، لا بضل ماشي، عندي المحرك قوي بضل ماشي، ما أنا مضطر. بس أكبر غلط ما نستفيد، والله العظيم أكبر غلط ما نستفيد من هالأيام هاي، إنه أجتنا مساعدة على كف من ذهب. أنا أجد بقول أجتنا على كف من ذهب، إذا ما عرفنا كيف نستغلها ما عارف. محمد يعني أنا مش حابب أنهي اللقاء، بس للأسف الوقت يداهمنا. الله يخ... ولا هاي الحلقة لازم تدرس في مدارس البزنس، لازم تدرس في مدارس الاقتصاد والتسويق. انت نيتك طيبه، وانا يعني صراحه تعلمت منك الكثير اليوم، ومش انا لحالي، انا بقول لك الجمهور كله، انا متاكد اقل واحد تعلم منك 10 شغلات. يعني بتستاهل كل خير، دعائنا لك بالتوفيق، لانه نيتك صادقه وانت رجل مصر وقوي، وبنحكي لك ربنا يوفقك.
بدي أعطيك آخر دقيقة إذا بدك تحكي شكر، بدك تحكي أي إشي، أي حاجة لأي حدا معك المنبر. أول شيء بوجه تحية من منبركم الكريم للوالد والوالدة، والله يطولنا بعمرهم. الشغل الوحيد اللي بخاف منه إن أفقد غوالي، الله يفيدك غالي، لأنه عندي دعوة من دعواتهم بتسوى الدنيا وما فيها. أو بوجه تحية لكل شخص ساعدني وكل شخص دعمني من كبير لصغير، وإن كان سلبي أو إيجابي. السلبي أعطاني قوي والإيجابي اثنينات أعطاني قوي، اندمجوا مع بعضهم وهني أعطوني الطريق. لما أنا بشوف هيك معناته أنا على الطريق الصحيح، لما بشوف هيك معناته أنا على الطريق الصحيح. هاي وبوجه تحية لإلك ولإذاعتكم الكريمة ولست ربا ولكل المشاهدين الكرام. أنا صراحة باسمي وباسم كنار تي في باسم كل المشاهدين نوقف بتحية إجلال وإكرام لشخصك الكريم. بنشكر كل من ساعدك ودعمك لأنه صدقك وآمن فيك، الأخ عبد الله، الأخ سام، أصدقائك، أهلك، أخوانك، سايمون، سلمى، كل من ساعدك، كل من وقف، السبونسرز نشكرهم شكر جزيل. و يعني انا في النهايه بدي احكي هذه احلى طريقه انه نتعلم من بعض. مره ثانيه بحكي انا انه اللاجئ هو انسان اجبر على الخروج من وطنه، ليس لانه احب ذلك، لا، لانه اراد ان يجد منزلا امنا لابنائه، اراد ان ينام ولا يستيقظ بالليل ويعبط أولاده ويخرج من المنزل خوف من الصواريخ أو صوت إطلاق النار حوالين منزله. أراد فقط عيش كريم. يعني أنا تعجز الكلمات أمامك يا محمد، ولكن أدعو لك بكل قلب صادق بالتوفيق والنجاح، ولكل من أصر أن يكون مثلك نتمنى لك كل الخير وبشكرك جدا من قلبي. بذكر الجميع في حلقات غدا إن شاء الله حيكون معنا الساعة 5 حلقة عن مطبخ أحلى مطبخ مع نادية، الساعة 7 حنكون في مسار المهنة عن مستشار الهجرة، نتكلم عن كيف ممكن تصير مستشار هجرة، والساعة 9 عفوا جمال الصحة هتكون مع الدكتور أحمد وسنتكلم عن الفرق بين الحساسية وصعوبة هضم الطعام. فكونوا معنا في حلقاتنا على كنار، نستودعكم الله وتصبحون على ألف خير. شكرا محمد.